Je donne à Hicham les moyens d'aller suivre Aziz, même s'il est là où il est pour le voir. Le profil qu'on a besoin, parce que c'est le club qui détermine une politique sportive. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs marocains. Dans l'engagement. Dans l'investissement. Technique ou tactique, Nadif. وي كما قلت انا ندير ملاحظه دائما السيستم يكون عنده الفهم ديالو دونك بالنسبه لهذا السيستم ديال 3 4 1 2 سي لي كوتي هما دابا اللي نستغلوا سيتو في لو كوتي كوش بداو كيشتغلوا بشكل كبير اللي لي بريزيليان لانه كاين تما السيور نومبر اللي تولي نحضيو منه هنايا هما ديك لي فيكساسيون اللي بداو يديروا لي غونفيرسمون في لوتر كوتي غادي يقدروا يستغلوا كيحاولوا يبريسيونا في لا سورتي دو بال سورتي دو بال لقينا فيها صعوبات باش نخرجوا لانه عندهم دو زاطيف دونك هما لاعبين بعدا 4 4 2 دونك كيما قلت قبيله ما بقاش عندهم افونتاج لان حنا دايرين 3 سونتر هما دو زاتاكو عندنا دو سوبيريوريتي نيميريك المشكل هو كاين في لو كوتي هنا وسيرتو لو كوتي كوش مستغلينه بشكل كبير وحاولين باش يبرو منه ولكن بور لانستون حنا ما استغليناش لا مونتي ديالهم ولي سباس اللي كيخليو على الظهر ديالهم دوز اوكازيون اللي جاو الوزاني الاولى مع الكارديان دو بيطيعها والثانيه دار سكو تري بيان اوفيرسيو مزيانه في الدراس في الانترفال ودار لو سونتر ديال الزوزي العزيزي دار ان بون سونتر ولكن توجور الوزاني زبان هو خص داك لو طون ديالو باش يسجل دونك على العموم تقريبا المقابله راه مفتوحه بشكل كبير ودابا باش تفهمنا علاش هو داير 3 سونترو لانه عارف هما عندهم دوز اتاكون باش يحاول يعطيوش هذيك ليكاليتي نيميريك اللي يقدروا يستغلوهم كرة في ميليو تيرا حنا كنلعبو الدقيقة العاشرة تقطعات من اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي اللي قطعها هو اللاعب أندري طالع بكورتو في ميليو تيرا أندري باقي محتار بالكرة عطى باص جميلة في تيرا اللاعب رقم 9 فيتور روكي لعبها في اليمن عند إيغور أو لازارو هذا لازارو رد كورتو عند أرتور أنسون ترفيه ديال الحارس على خلعرون الكرة بكل سهولة حيث 11 دائما يزوج المنتخب المغربي المنتخب المغربي كاين اين فاريتي باش ندابا الكرة تلاحت الى كاسيرية اللي حفرة كوبودو دون جيني غادي يكون لا فيرتيكاليتي وهذه هي اللي اصعب حالة لي باس اللي تيمشوفو كوبودو اللي يقدروا يشدوا في الكرة على بالعروس فو دي لاتاسيون الكرة كانت راجعة ليه وسجل الكونترول ديال الكرة كورنير المنتخب البرازيلي كورنير وبالتقويلة العزيز الحارس على العروس عنده هاد اللوندي كانت مازال خدام عليه مازال صغير خاصو يخدم عليه كرة في الكورنير اللي غيلعبها هو إيغور بيشاو لاعب ديال فريق فاينورد الهولندي كيطلب بارشو كيطلب اللاعب إيغور إيغور دائما كيوجد باش يلعب هذا الكورنر من لوكوتي غوش إيغور برومي بوتو هذه المرة تيدخل الدفاع تيدخل اللاعب يعني اسمه كرامو تيخرج الكرة وتيطلب من اللاعبين أنهم يطلعوا التوش شكرا حمودي الله يعاونكم ولكن ما لعبش
جوج لافون سونتر كان عنده لاعب زيزولي، كان عنده كذلك لاعب صلاح، لقيت لعب الماتش الاول لعب صلاح وزيزولي ولعب مع ماتاكا دوكوانت اللي كان هو اللاعب ماشي بكراوي اللي كان كيبدا كرة مشات لو كوتي كوش عند مراوي خرج بطريقة جميلة عند كشطة، كشطة طلعت من الكرة خطاها اللاعب لازارو في اتجاه باولينو، باولينو لاباس الحصل عاد ان الكونترول كان طويل وخطاها الدفاع اللي منتخب الوطني ضاع تمنطا كيلومتر رجع لافوت اللي كان لعبات عليه الحكمة السينيغالية اللي كاينة في هذا الماتش هذا السيني فاتو الحكمة السينيغالية كيكا نورمالمون ملي كدير 3 سونترو ثلاثة ديال الميليو تيرو ما كيقدروش يسيطروا على جوج اللي هو ثلاثة خصهم يكارطيو المشكل واش كيكارطيو ولا لاعبين بلا